أهلا بكم أصدقائي الأطفال، سندرس اليوم معا كتاب الرياضيات للصف الثاني الابتدائي مع الأطفال الشطار. الفصل الثاني عشر، القياس، السعة والكتلة. أحوط الوعاء الذي سعته أكبر. أحوط الشيء الأثقل. أكلت منى 9 حبات فول سوداني وأكل والدها تفاحتين، فأي الكميتين أثقل؟ 9 حبات فول سوداني أم التفاحتان؟ التفاحتان. أحسنتم يا شطار، لقد كنتم رائعين حقا. لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا لكي يصلكم كل جديد. أيضا لا تنسوا أن تشاركوا فيديوهاتنا مع أهلكم وأصدقائكم لتعم الفائدة. مع السلامة.